عطنا عبد العزيز صح؟ عبد العزيز عطنا المزايدة الثانية أو الأولى للسؤال الثاني. أربع إيش؟ 300 نقطة عند عبد العزيز، عقاب كم؟ 1000 نقطة عند عقاب. حيلان كم تكون مزايدتك؟ وحن نخربها. يلا خربها سوي اللي تبغى. والله خارجين 2000 نقطة عندك حيلان، وخالد عبيد كم؟ 400 نقطة. يا ساتر. 300 1000 2000 400 نقطة، وتشوفون الآن قيمة التذاكر وعددها على الشاشة. جمهورنا الكريم، أتوقع أن الشباب يعني الآن بدأوا شجعهم. جات المنامسة عيفان صح؟ ونعم ونعم يا عيفان، وهكتنا يا عيفان ظهرت الآن. كيف تحس أنك متوتر لما قلت 2000؟ غامرت صح؟ أنت غامرت، حطيت رقم الوالدة والدنيا كلها غامرة. أنت مغامر براسك. الله ييسر لك أمرك ويكتب لك الخير. طيب نشوف السؤال يا شباب. طيب نقول لك السؤال، ما هي الحاسة التي يعتمد عليها الخفاش في سيره؟ الشم، السمع، البصر، اللمس. ما هي الحاسة؟ ركز معي وناظر فيني لك حيلان. ما هي الحاسة؟ إذا تبي تناظر شوف الشاشة. تمام، ما هي الحاسة التي يعتمد عليها الخفاش؟ الشم، السمع، البصر، اللمس. أسهل سؤال. وين سهل؟ سهل يعني كورونا ودنيا وخفافيش وعرفنا وسهر وقرينا عن الخفاشات وكذا يعني. اللمس. الله 2000 نقطة عندك حيلان للأسف. الله يعوضك. جاوب اللمس والإجابة خاطئة. عندك حيلان تنتقل بنسبة 50% إلى عقاب. متبقي لك الشم، السمع، البصر. ما هي الحاسة التي يعتمد عليها الخفاش في سيره؟ الشم، السمع، البصر. عندك 30 ثانية، متبقي كم يا شباب؟ السمع 20 ثانية، والإجابة صحيحة عند عقاب. السمع هي الحاسة التي يعتمد عليها الخفاش في السير. أخذ 50% من نقاط المزايدات عقاب المطيري. ونشوف السبيعي كذا سوينا ميكس وريميكس، لأنه في عقاب ثاني معك صح؟ نعم بالقبيلتين. إلا في واحد ثاني. إيه. إيه. عقاب المري. ونعم. المري وأنا عقاب السبيعي. نعم فيكم جميعا. سمي يا شباب. ممتاز ممتاز ممتاز، حلو انتم تردد عندكم متاخر، لازم اسلكم الرابط. طيب الان ظهرت للشباب سامي، تذكره واحده بقيمه 1000 وكم؟ 550. 1550 اتوقع الاخر يوم سامي يخلي المقدم، لانه مره فضحت الكنترول وخليتم الشباب على الامور طيبه. طيب شكرا راشد. طيب ركزوا معي يا شباب في المزايده الثالثه. هم الآن في المزايدة الثالثة يا راشد ولا لا؟ إيه طيب سم؟ هي السؤال الثالث.